أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في الفضل المترتب في يوم الجمعة، حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال والإبدهان والتطيب وعدم التفريق بين اثنين، وأن يصلي ركعتين وينصت للخطيب، فما المراد بالإبدهان وعدم التفريق بين اثنين؟ الإبدهان إنه التطيب، وتطيب وإزالة الروائح الكريهة وإزالة الشعث أيضا بالاغتسال والتنظف. والتفريق بين الاثنين، إذا رأيت اثنين جالس بعضهم إلى بعض فلا تأتي وتجلس بينهم وتفرق بينهم. نعم.